هذا الفرق ما بين الأصلي والتقليد. يعني شوف هذا الصيني، شوف هذا الصيني، صناعة صيني كامل، هذا أصلي بولندي ميد إن بولند. يعني شوف لو تفتح هذا راح تلاحظ أنه مكتوب عليه بولند، هذا الأوتوماج الأصلي، هذا الأصلي 100% هذا، تمام. هذا عندك المقلد، شوف هذا، هذا مقلد، هذا احنا ما بنبيعه، أحد الزبائن طالبه. شوف هذا، هذا المقلد، شوف يعني قريب منه، قريب منه. شوف لو جينا هون، يعني شوف هاي على الجهاز، عطني صبغته هذه 1.5، يعني هاي هاي يعني المفروض تطلع لفوق الأخضر للأزرق. شوف هون ما تطلع، شوف ما تطلع غير للأحمر، يعني يقول لك إنه مصبوغة هذه، مش مصبوغة هذه. إذا على الأصلي طلع، إذا الأصلي يعطيك إنه مصبوغ، يعطيك إنه أصفر. شوف يعني إذا جينا بالأصلي هون، شوف أنا ما أقدر أحطه هون، راح يطلع لفوق فوق فوق. شوف هنا، شوف للأخضر للأزرق، إنه قطعة مبدلة لأن تحت الأربعة هذه. شوف هذا أصلي 100%. شوف هنا مثلا هذا الأحمر، هذا صبغة أصلية، هذا صبغة أصلية. لو جبت هذا أنا ماشي، خلينا نشوف هذه، شوف على المحرمة فك على الأصفر، لو طويناها شوف نعطي الصح 100%. شوف على الأصفر يفك دقيق، ونفس القراءة، كل شيء نفس القراءة. شوف أصفر، لو جبنا بهذا حتى شوف. ديك شوف يعطيك إنه معجون كثير، ما لا مش مضبوط، لأنه هذا هذا هنا، شوف الصبغة هنا، هذا 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 الصبغة الأصلية أربعة، هاي المفروض صبغة السيارة هالشكل. شوف هنا يعطيك إنه معجون، خطأ، هو لازم يعطيك أخضر هنا، شوف لازم يعطيك إنه أخضر. هاي شوف أعطانا أخضر، هذا دقيق قراءاته. يعني شوف لما تقيس هذا حتى في الطول، طلع هذا نفس الطول، لكن الزمبرك تبع الأمور تبعته مش مضبوطة. هذا هذا مش مضبوط، هذا صيني، هذا الأصلي، هذا الأصلي يا شباب، ما شاء الله.